تعز مدينتي نعم المدينة سقاها الصبح نسبته لنا مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم إلى حلقة أسبوعية جديدة من برنامج الحالمة وفيه نسلط الضوء على العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشارع في تعز نبحثها ونناقشها مع المسؤولين والمختصين لنستمع إلى ردود وإيضاحات بشأنها نجول تعز لنتعرف على ما تحويه من كنوز تاريخية وما تزخر به من آثار ومعالم كما سنتوقف إياكم على نموذج يقدم صورة مشرقة في التآزر المجتمعي للوقاية من كورونا فأهلا بكم تشاهدون في هذه الحلقة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في أسواق تعز والسؤال عن دور لجنة الطوارئ في حماية المواطن في ظل إجراءات مواجهة كورونا قلعة وسور السراجية بقايا آثار يتهددهما الإهمال والنسيان تواصل حملات التوعية في تعز وجديد المبادرات حملة رش بالمعقمات لأقسام شرطة القاهرة مشاهدينا في أكثر من اجتماع للسلطة المحلية في تعز خصص لمناقشة الإجراءات لمواجهة وباء كورونا يشدد مسؤولون على ضرورة الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار غير أن الواقع المعاش يبدو مختلفا إذ تزداد شكاوى الشارع من موجة غلاء تشهدها الأسواق وتلقي بأعبائها الثقيلة على المواطن ويدعو المسؤولين إلى القيام بواجباتهم والعمل على مراجعة الأسعار لا سيما أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية التي هي قوت المواطن كغيره من أولئك الذين يأخذون في الحسبان مسألة الأمن الغذائي ويحتاطون لأي طارئ تماشياً مع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا سارع عبد الرحمن جباري إلى أسواق مدينة تعز في مسعى منه لتغطية حاجياته من المواد الغذائية والاستهلاكية غير أنه تفاجأ عند دخوله أولى المحلات حيث وجد نفسه عاجزاً عن الشراء تحت تأثير صدمة الغلاء الفاحش بسبب الظروف الحالية في العالم وبسبب تفشي فيروس كورونا وبسبب الحجر الصحي ذهبت لشراء احتياجات رمضان ولكني تفاجأت في الأسعار هناك ارتفاع هائل في المواد الغذائية لم تعد خافية تلك الأسباب التي تقف وراء هذه التقلبات السعرية في أسواق تعز وتصل إلى حد الزيادة المبالغة في قيمة المواد الغذائية والاستهلاكية ومع ذلك فإن الشارع بات يتحدث عن موجة غلاء جديدة تتمثل في فوارق أسعار خيالية متهماً تجار بافتعال زيادة الأسعار واستغلالهم لما بات يعرف بتأثيرات الوباء العالمي وتداعياته على اقتصاديات الدول وطالب السلطة المحلية في المحافظة بالقيام بمسؤولياتها في وضع حد للتلاعب بأقوات الناس وحماية المواطن من خلال تجديد الرقابة على الأسعار المواطن يلاحظ بأن ما تقول السلطة المحلية وما يلاحظ على الواقع يقفان على طرفي نقيض كثير من المواطنين اليوم يذهبون ليأخذون بعض احتياجاتهم تحسبا لإجراءات أكثر صرامة كحظر تجوال أو غيره لكن يلاحظوا بأن هناك ارتفاع جنوني وكبير للأسعار ناهيك عن عدم وجود أو عن بوادر الاحتكار التجار من جانبهم يدافعون عن أنفسهم ويرجعون السبب في زيادة الأسعار إلى إقبال المواطن على شراء المواد الغذائية بشكل كبير إضافة إلى عدم استقرار قيمة العملة المحلية وكذا وضع الحصار الذي تعيشه تعز منذ سنوات والذي تسبب بزيادة أجور النقل وبالتالي مزيداً من المعاناة فيروس كورونا زاد الطين بلة
تجد جميع المواطنين اتجهوا الى المواد الاساسيه، سكر، دقيق، زيوت. ها خايفين من لا يسوي حصار داخلي بسبب انتشار فيروس كورونا وعدم تمكنهم من الخروج. اسباب ارتفاع البضاعه في حالنا هو بسبب تقلب سعر العمله. كان قبل يومين العمله بالصرف السعودي ب 172، اليوم صرفنا ب 175. تعز تحت الحصار من ناحيه البضاعه، صعب دخولها الى المدينه بسبب النقاط المنتشره في الطريق. حديث السلطات المحلية في تعز عن إجراءات احترازية بينها تفعيل الرقابة على الأسواق في إطار مواجهة فيروس كورونا وعلى مدى أيام هو ما كان يعول عليه الشارع، والذي بدا أنه قد تغير موقفه من تلك القرارات، لا سيما مع موجة الغلاء الأخيرة في الأسواق. ليعتبر حديث السلطة المحلية في مسألة الرقابة على الأسواق بأنه مجرد حبر على ورق. ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف معنا الأستاذ أحمد المجاهد، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا على تفاعلكم مثل هكذا قضايا، شكرا لكم. أهلا، أين هو دور مكتب الصناعة والتجارة بتعز في الرقابة على أسواق المدينة؟ وهل تصلكم شكاوى المواطنين من غلاء الأسعار الذي يصفه البعض بالجنوني؟ شكرا جزيلا. طبعا دور مكتب الصناعة والتجارة دور محوري وهام جدا، ولا يمكن أن يكون دوره فعال إلا إذا تفاعل الأخوة المواطنين بالإبلاغ عن أي شكوى، أقصد حالة يعني إرباك في الحالة التموينية أو مغالاة في الأسعار. ونحن كمكتب الصناعة والتجارة دورنا بشكل دائم، وقد تم تشكيل لجان ميدانية في مديريات المدينة، حوالي 8 فرق ميدانية مهامها تراقب الحالة التموينية وتراقب المغالين والمحتكرين. طبعا هذه اللجان تتمثل في كل الأنشطة مثل المواد الغذائية والأفران والغاز والخضروات. لكن هل هذه اللجان يعني أتت مثلا قامت مثلا بنتائج معينة، خصوصا أن الأسعار لا تزال كما هي وفي ارتفاع مستمر؟ يعني هل هذه اللجان مجرد لجان شكلية فقط، لا يوجد هناك لها أي نتائج على الأرض؟ يعني المواطن الحظ هذا الأمر حاليا إلى الآن. لا، اللجان لها دور ترفع لنا، أنها دورنا أن تلك اللجان ترفع لنا بمحاضر ضبط، هذا كان من قبل كورونا، ترفع لنا بمحاضر ضبط قضائي مخالفات، ونحن بدورنا بموجب القوانين النافذة في وزارة الصناعة والتجارة نقوم بتحويل تلك المحاضر المبنية على اللجان التي نزلت، نحولها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات. وهناك مئات القضايا في النيابة، ولكن الإشكالية بطء إجراءات النيابة هي التي تؤدي إلى عدم حسم الأمور. نعم، هل نفهم من ذلك أن هناك ضبط للمخالفين في من التجار في أو المساهمين في ارتفاع زيادة الأسعار؟ الإجراءات التي تتحدث عنها إجراءات مكتب الصناعة، لكن بالنسبة للقضاء لماذا هذا التباطؤ في التأخر بالبت في مثل هذه المسائل التي تمس المواطن ومعاناته؟ الإشكالية كان قبل الحرب كانت هناك نيابة اسمها نيابة المخالفات العامة، ولكنها في التعيينات الأخيرة تم إلغاؤها، مما سببت لنا تأخير كثير من القضايا. نحن كما قلنا نحيل كثير من القضايا إلى النيابة الشرقية والغربية، وهذه النيابة هي تعتبر غير متخصصة
وتعتبر شاملة وعامة، لكن الآن في الوقت الراهن اتخذنا إجراءات استثنائية، شكلنا لجنة رئيسية بالضبط الفوري لأي مخالفة تموينية أو سعرية، وقد قمنا قبل يومين أو ثلاث أيام بإغلاق بعض المحلات من أفرام ومن تجار جملة. طبعاً تعاون الجهة الأمنية معكم، كيف يبدو هذا التعاون؟ هل لديكم تنسيق مع الجهة الأمنية في ضبط المخالفين؟ في تنسيق، في تعاون رائع جداً. كما قلنا هناك تعاون وتناغم بين مكتب الصناعة والتجارة والسلطة المحلية وبين إدارة الأمن، يعني هناك اتجاه لمكتب الصناعة والتجارة باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالف من أي تاجر كان، ونحن نطلب من الأخوة المواطنين بالتفاعل التام مع مكتب الصناعة والتجارة بإبلاغنا عن أي حالة تموينية غير مضبوطة أو مغالاة في الأسعار. كيف تجد تجاوب المواطنين بهذا الشأن يعني؟ لدينا في عملية التبليغ قد بينا أو أنزلنا في كثير من المجموعات أرقام الشكاوى، يعني هناك أرقام ومعنا لجان عملها تستمر إلى ما بعد المغرب، يعني هناك إجراءات فورية إن شاء الله. إغلاق منافذ دول الجوار بسبب كورونا، هل أسهم فعلا في زيادة الأسعار، وهل ذلك يبرر للتاجر الزيادة في سعر المادة؟ طبعا كورونا الكل يعلم أنه أن تأثيره ليس صحيا فقط، وقبل كل شيء نسأل الله السلامة لنا ولكم ولليمن قاطبة. أقول كورونا له تأثير اقتصادي، لكن هناك إجراءات تم اتخاذها من قبل دولة رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي والأستاذ محافظ المحافظة نبيل شمسان. هذه الإجراءات تتمثل بتسهيل إجراءات الناقلات أو التموين المدن وعدم اعتراض أي نقليات إلى أي مدينة، لكن هناك تحدث خلل كما هو حاصل الآن في نقطة الحديد في عدن، تم حجز عديد من بوابير التجار، وهذا يعني سيؤثر تأثير كبير، لكن نحن على اتصال دائم مع المحافظ ومع وزير الصناعة والتجارة، وقاموا مشكورين بالتفاعل، والآن قبل ساعة هناك لقاء في عدن ما بين الغرفة التجارية وما بين الصناعة والتجارة لحل تلك الإشكاليات. وشكرا. في النهاية نتمنى أن تلقى هذه الإجراءات صدى على الأرض ويلمسها المواطن يعني كحقيقة وواقع. الأستاذ أحمد المجاهد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز، شكرا لتواجدك معنا. مرحبا بكم من جديد. تعتبر قلعة وسور السراجية أحد أهم المعالم الأثرية والتاريخية بتعز، ورغم مرور ما يقارب 500 عام على بناء هذا السور الذي يحوط بالمدينة القديمة، إلا أن بعض أجزائه لا تزال باقية تقاوم الإهمال والعبث الذي طال كثيرا من تركيبته العمرانية في ظل إهمال الجهات الرسمية التي لم تقم بأي خطوات من شأنها الحفاظ على ما تبقى منه أو بإعادة بناء ما تهدم ومنع السطو عليه ووقف العمل والبناء بأحجاره. نتابع. ظننا أن قد ضللنا الطريق حين تجاوزنا وادي المعسل ونحن نسير على إحدى المنعطفات القريبة جدا من منطقة المغربة الواقعة أسفل جبل صبر بمحاذاة قلعة القاهرة التاريخية.
لم نكن قد تجاوزنا الهدف، وما جئنا لأجله بدا أقرب بكثير. حين وقفنا وأعيننا تناظر السور وبقايا أبراج للمراقبة يربضان في أعلى ربوة تستشرف تعز القديمة من الجهة الجنوبية. عند السؤال قيل لنا بأن ذلك هو ما تبقى من قلعة والسور السراجية، أحد أهم المعالم الأثرية والتاريخية في تعز. تذكر المصادر أن سور القلعة بني في العام 943 هجرية، واستمرت فترة بنائه مدة 7 سنوات و3 أشهر. طبعاً السور بني بأمر من المطهر ابن شرف الدين، في تم بناؤه في عهد في سنة 943، واستمر طيلة 7 سنوات و3 أشهر إلى عام 950 هجرية. مثلت القلعة التي تحتل موقعاً استراتيجياً يشرف على المدينة من الجهة الجنوبية، مع سورها الممتد لتعز القديمة حائط الصد الأول، وكان بمثابة تحصين يدرأ عن تعز الخطر من أي غزو أو عدوان. ما تبقى من بناء في هذه القلعة التي اشتق اسمها من النيران التي كانت تسرج فيها ليهتدي بها المسافرون والقادمون إلى تعز، ما تبقى يشير إلى أن القلعة كانت تتوسط أبراجاً للحراسة عليها فتحات صغيرة تكون بمثابة عين للاستطلاع، تمكن المرابطين فيها من ترصد حركة العدو والتعامل معه في آن واحد. لم تعد مدينة تعز بعد بناء السور لقمة سائغة لمن هب ودب لمدينة تعز. اعتبر قلعة السراقية تعتبر هي أحد القلاع التي تتخلل أسوار مدينة تعز، وكان وظيفتها وظيفة دفاعية. توجد عندنا فتحات في السور أو في أبراج المراقبة لضرب السهام أو النبال الذي كان يستخدم أثناء المعارك والحروب. للقلعة سور، يقول المختصون في آثار تعز أنه كان يحيط بالمدينة القديمة من جميع الجهات، بحيث يتصل بقلعة القاهرة من الجهتين الشمالية والغربية. سور السراجية، يؤكد المختصون أنه بني بالاعتماد على مادتي اللبن والزبور، وتم تطعيمه بالأحجار من الواجهتين الداخلية والخارجية، ما جعله قوياً متماسكاً بدلالة بقائه طيلة هذا الزمن. طبعاً البناء على شكل بناء ثنائي أو مزدوج من صفين، يرتص بالطين أو اللبن واستخدم في بعض الأحيان، وكذلك الأحجار الساندة. بنيت الأسوار التي كانت دائماً المدن اليمنية في الحضارة اليمنية القديمة لا تطلق كلمة مدينة إلا على سور يكون يشيد على المدينة، وجود معبد وبير للمياه، هذه من شروط المدينة أو ما تسمى هجر بلغة النقوش. المدينة القديمة تسمى هجر بلغة النقوش. نمط تعز طبعاً الزائر يشاهد استخدام الأحجار من أحجار المنطقة، لن تقلب من مكان بعيدة نفس حضارة سبا أو مدينة مارب التاريخية أو صباح، لأن أحجارها قلبت من مناطق بعيدة، وذلك لبعد أماكن أو محاجر استقطاع الأحجار عن المدينة. بينما في تعز بنيت من نفس الصخرة الذي شيدت عليه، ولأن مدينة تعز قائمة على تلال صخرية. مداميك هذا السور عريضة جداً، وتصل المساحة في بعض جدرانه إلى 4 أمتار، ما جعل بعض أجزاء السور الذي يحتوي على تصريفات للمياه مساراً للعربات التي تجرها الخيول كما يروي البعض. السور كان تمر في بعض أماكن منه، تمر من فوقه عربات، العربات التي تسحبها الخيول،
وبعض منه يكون مدرج يعني السير على الأقدام. كان يتخلل السور عدة منافذ فرعية وبوابتان رئيسيتان، وهي باب الكبير وباب المداقير. والمنافذ كانت منفذ حدبة ومخلولتي المياه بجانب الباب الكبير وباب النصر. من الظاهر يبدو أن معظم جدران السور قد اندثرت ولم يتبقى سوى القليل منه، وهي الأجزاء التي تعاني الانهيارات وسط تغافل وتغاض من الجهات الرسمية، وهو التغاضي الذي سمح لأيادي العابثين بأن تمتد لتسطو على مساحات جدران السور، سواء بالبناء عليها أو باستخدام أحجاره في بناء مساكن مجاورة. جميل أن ينبري شباب تعز للعمل التطوعي ويقومون بجهود في إطار مواجهة وباء كورونا. في هذه الفقرة نسلط الضوء على إحدى حملات الرش الرذاذي التي تنفذها وحدة الطوارئ بمؤسسة MDF، وتستهدف من خلالها أقسام الشرطة في مديرية القاهرة بمدينة تعز. أقسام الشرطة في مديرية القاهرة بمدينة تعز كانت هذه المرة على موعد مع عملية الرش الرذاذي للتعقيم في إطار مواجهة وباء كورونا. عملية الرش جاءت بمبادرة ضمن جهود فريق وحدة الطوارئ بمؤسسة MDF التنموية التي تستهدف أماكن التجمعات في المدينة وأكثرها ازدحاماً. نستهدف الآن أقسام شرطة مديرية القاهرة للقيام بعمليات الرش الرذاذي لهذه الأقسام، لأنها تعتبر أماكن تجمعات كبيرة وقد تكون لا قدر الله بؤرة لانتشار هذا المرض الخبيث. فرق الرش التي عمدت إلى رش مكاتب وممرات الأقسام بالمطهرات قامت أيضا بتوزيع الكمامات والجلفزات وعبوات تحتوي مواد كحولية معقمة على رجال الأمن، وذلك لاستخدامها أثناء تأدية الواجب ومن باب الحرص على سلامة المناوبين في مراكز شرطة المدينة باعتبار سلامتهم ووقايتهم من الأمراض المعدية من أمن وسلامة المجتمع. المواد التي نستخدمها للقيام بعملية الرش الديتول، ديتول الصنوبري، هذا نستخدمه لعملية رش الأسطح والأماكن، وما يخص الجلد يتم توزيع على أماكن التجمعات مادة الإيثانول، يتم توزيعها في عبوات للقيام بعملية التعقيم قبل الدخول إلى مكان التجمع. عمل الرش والجهود الطوعية التي تقدمها فرق الرش بمؤسسة معكم التنموية لاقت ترحيبا من رجال الأمن الذين ثمنوا مثل هذه الخطوات الهادفة لحماية المجتمع من وباء فتاك مثل كورونا، ووجهوا دعوتهم بالمناسبة للمواطن إلى ضرورة اتباع التعليمات الصحية للوقاية من المرض والحفاظ على نظافتهم ومدينتهم كأولى الخطوات في طريق مواجهة الوباء المعدي. نحذر المواطنين ورجال الأمن من التهاون مع هذا المرض، وكل يقوم بواجبه من حيث النظافة والتعقيم والابتعاد عن أماكن، عن الأسواق وأماكن الخضار وأماكن المزدحمة، وألا نتهاون مع هذا المرض مهما كانت أسبابه. تقول المؤسسة إنها تعمل على شراء المعقمات والكمامات والجلافزات بجهود ذاتية رغم الصعوبات التي تواجهها مؤخراً مع انعدام المعقمات وارتفاع أسعارها، ومع ذلك فإنها تؤكد استمرارها في المبادرة وجهود الرش إدراكاً منها لخطورة الوباء وضرورة العمل لمجابهته. بالنسبة لأهم العراقيل التي نواجهها هو التمويل اللازم لشراء مواد التعقيم والأدوات، هذه الجلافزات، هذه الكمامة الآن منعدمة في السوق، مواد التطهير منعدمة في السوق، تحصل عليها الآن في سوق سوداء تبحث عنها ولا تجدها،
وبأسعار باهظة. هذه كانت أهم المعوقات التي واجهتنا في الحملة. ووفقا للقائمين على حملات الرش في MDF، فإن المؤسسة استقبلت 500 متطوع للمشاركة في جهود التوعية بمخاطر هذا الفيروس وتنفيذ عمليات الرش التي استهدفت أماكن عدة بالمدينة عبر حملات مختلفة تباينت تجاهها مواقف الشارع. عدد فريق العمل الذي يعمل في الحملة التوعوية وحملة الرش كبير جدا، لأنه استقبلنا في اليوم الأول من تدشين الحملة استقبلنا ما يقرب من 500 اسم متطوع. ودفع انتشار وباء كورونا وتحوله إلى جائحة عالمية بالعديد من الجهود والمبادرات بتعز بهدف العمل بأسباب المواجهة للوقاية من هذا الفيروس الذي ذهب ضحيته الآلاف. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، وحتى الملتقى في حلقة الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وحفظه. نعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا. نعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا. Oh,